ولا بنانك وغربها قطع لها كل بجن. وش يقول؟ ما ادري ما لحق والله. اسمع بقول لك قول لي قصيده قول لي قول لي. يقول وظروف الليال تتعب الرجل ما يحتاج لكنها تعطيه حقنه مناعيه هي تراكب من الخبرات يرفع من الانتاج وهذا طبيعي في الحياه الطبيعيه طبيعيه. فانا اشوف ان الرجل ينهج مع المنهاج على وين ما ادري عزم على طيب نيه ولو انه يواجه من المحرجين احراج اذا طافت ذي يلحق على ذي ذي. تقول العرب فوق البسيطه صرح دواج ولا تقول وسط الجحر مثل حبينيه. الله عليك صح مساعد وين مساعد مساعد يا اخي والله منيف يا اخي ودي يعني شبث نار وقصيد وشاهي وقهوه وناس ايش تبي؟ يعني احس ان انت لو 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 شفت موقف لو شفت حاجه كذا قدامك تقدر تعبر اكيد الشاعر صحيح بتحط قصيده بتحط فيها كلام فوق التعبير مالك. لكن مثلا الشخص العادي يا اخي يبلش ها؟ تو بالله الشعر فطره ولا حاجه مكتسبه؟ فطره واحيانا مكتسبه واحيانا فهمت واحيانا بعضهم من كثر المفردات من كثر الشخص ما يقرا ويحب الشعر ترى يصير عنده خلاص يصير شعر ينضب. يا سلام بس اهم شيء انك انا شويه شوف الشاعر دائما اللي ما يقرا ولا يثقف في عمره ترى دائما مفرداته بسيطه صح. هذا مره على طول الشعر جالس الدكتور يشرح دكتور نحو حلو وناظر الشباك على يميني الدور الثاني ناظر على الشباك على يميني الا اشوف الغيم يا سلام والغيم معروف لجاء من الغرب بها الخير بها الخير غربي يسموه ايه ايه قلت لجات انا مزنه من الغرب تاتي بالذكريات المفرحه والحزينه يا سلام ويصير ذهني من سببها شتاتي ويضيق بكبر البلد والمدينه دكتور خلى الشرح اسمع حكاتي بنبش جروح وسط قلبي دفينه بقول لك فعل الخليل وسواتي وانتظر المظلوم واللي تدينه يا الله بقول لك فعل الخليل وسواتي وانتظر المظلوم واللي تدينه قلت انت يجمل من خلق رب ذاتي انت النجوم وبطلتك مستئين عطيتها ودي وهذه جزاتي سلت سكاكين الجحود السنين ثم جاوب الدكتور بعرف ما ياتي خلى الشعر خلى لهم الدفين يا الله عرف ما ياتي يعيش يا ولد اخذناها امس شو بعد يزيدني يعني يوم اقول له الموضوع يزيدني عطني بالله موال عماني موال عماني موال عماني خلها شوي تجمر هي مجمره اللي تحت هذه حقت البارح سهرتنا اها مجمره هو لحن عماني يلا ما بين التمويل وما بين يا هلا يا رحيه النظم يعني استاذ الإنشاد يقول عمانيون حيث نكون داخلنا عمان هوى وأين نعيش أو نحيا عمان لنا تراب سماء هي المعنى هي الحب الذي في الأرض يجمعنا بدون عمان بدون عمان بدون عمان حتى الماء ليس بماء بدون عمان حتى الماء ليس بماء كذا يعني فاهم علي؟ يروح فوق يرد تحت السلام عليك هذا لحن السيد خالد بن حمد البوسعيدي لا طيب الحان الشعب عندكم لا الشعب اللي يلعبون عليه اي بورسعيدي الفنون الشعبيه اللي يلعبون عليه من بورسعيد صح؟ والله ما اعرف بالضبط حتى واسمعكم انتم تتكلموا عن وش هي؟ قابوس فين؟ السلطان قابوس قبيله بورسعيد واصلها اتوقع في مصر لا نسبة والله سمعت نسبة الى بورسعيد اول مره انا اسمع من معكم
هو بو سعيدي وليس بور سعيد. بو سعيدي؟ بو سعيدي. اي سعيدي. هذاك آل سعيد، هو قبيلته آل سعيد. بس أظن سلطان قابوس بن سعيد، آل سعيد. يعني نسبهم للنصر؟ لا ما أعرف، ما أتوقع، ما عاد ما أتوقع. شلون يا؟ شوف في فرق بين البو سعيدي. لا ما أتوقع. في فرق بين البو سعيدي والبور سعيد، البور سعيدي هذا البور سعيد في مصر. اسمه البور سعيد. شفت لو أمي لازم يصحح. ها؟ لازم يرفع صوته. من هو؟ عبد الرحمن. لو امي انا عنده وحطيتها قمقم كذا يا ويلك ولا تجلدك. اي حرام ان حطيتي بدل. ليه؟ لانك حركت البريد. حركت ما تقرب على غضار. ما غضار ولا الدله. ما تقرب للشعله، الدله مع انها تنظف هذا ما ينظف ترى. ايه ما تقرب، ما يصلح اصلا، يحرقها. يحرقها. بس شو اسوي يا اخي؟ بتطبخ بسرعه. اصبر وش ما عليه، خلها. حي حي جاكي. والله انتوا يا حلاوه. يا علي ردوا وشيل يا علي ردوا حب علي ردوا حب علي ردوا هو العيا حب علي ردوا روحوا ما زين روحوا ما هذه بلا ربابة صح؟ عشيري وين يا حبيبي؟ بس والله شايبنا خرف يا ولد. قتلت طبر فيضة. قتلت ابو ام اللحن اللي قاله مني. ذكرني بذا اللي يقول ايش اسمه؟ على الطريق الله يذكر حزة الضيق بالخير اللي تبين صاحبي من عدوي كم واحد قبل اصطدام المقادير أقول إذا جو مطابق الجوي وليارمنا الحبل في قاعة البير ولا مع صحة صيح دوي. ها؟ عفوا اللي يقول عصرية روحت ما هي بعصرية. عصرية روحت ما هي بعصرية جالس جالس يضيق صدري ويا حي السعودية بالهند جالس ولا لي في أبو طارق اللي أمس عينه كان شاعر مليون النسخة الكم؟ النسخة خمسة لا خمسة خمسة اللي كان مباشرة من بعدها حصل نايف ولده مال الصغار صح؟ لا بعدها نايف السنة دي لا ترى هي كانت أول سنة للصغار ولا؟ أدري والله أي كانت أول سنة للصغار أتوقع أول سنة للصغار وحصلها نايف ما شاء الله كلامك جزمة وأنتم كرامة متخلف ليه كذا؟ أبو والله يا عبد الرحمن أنك بجمت فيها العيد عبد الرحمن يمرني الظهر يمرني الظهر يقول انت همكم الاكل همكم الاكل يقول انا يقول انا على ايش يقول؟ يقول انا ما اكل الا من التقوى زادي التقوى يقول اكل ماء والله ناصر امس يقول متهمنا ان احنا ناخذ تونه ما ادري من اخذ تونه يا بندر اثار الكيس الجبن والتونه ويجي يمرنا احنا نتغدى وياخذ من الخبز المجاني ويروح الغرفه اتدري يا بندر اسمع سلط الله عليه فين ما يدري عليه ما ندري احنا لقيناه بالغرفه ونقوم نقفل عليه هو اللي كشف عمره في الهاي بوينت انت قفلت وش قال احنا قفلنا الغرفه تدري شو ازعل تدري شو بسوي فيه ما انا بقول ما طالع مليان انت مطوع الطاوله مليانه بقول له شويه انت مطوع يا حبيبي صح ولا لا كيف تاخذ مهم اسمه حلك يعني انت اللي خليته خصم عليك انت اخذت بالسرق صح ولا لا هذا حرام ولا حلال حرام هذا حلال ولا حرام بقول انا ما كليت لا جبن حرام ولا تونه حرام أوريك والخبز مو بحرام تعال تعال كل شيء شوي الرجال بعد اطمئن القفش بعد الحين علامه يصرخ محمد عثمان علامه عبد الرحمن
مساعد وانا اقول وراه هو يخلص البث تروح للغرفه. انا استغربت كيف قلت ما ادري وين يروح يا ولد. واثر ولا يشتري خبز ولا يشتري كبسه ما ادري وشون ياكل. واثر موزن الكيسه بس صندوق حق الفياش اللمبات اللي يفتح. يا ولد كم حال احنا ما ركبنا احنا قبل الباب بس. اعتذر يوم اخذوا العيال من التونل حقهم يقول باقي ثلاث. طيب هي لك طيب. يقول باقي ثلاث جيبوها. يقول جيبوها. لا يا رجال هو يبي يجرون عند ابو كاتب. اقصد يجي ابو كاتب الحين ابو كاتب جالس يا عيال صدق يجينا سجل ابو كاتب توك ما يجي الاسبوع اللي عقبه هلا الاسبوع الجاي يمكن ما يكون فيه موجود. لا بيجيك درع. لا لا والله كاتب استودعك. لا والله ابو كاتب يبي يوفر يبي يلحق الالف بيقرب لها بيجيك جاك الدور يا من ابو كاتب شكله تركها عشان كثر الدعاوي كل ما يخصم على ابو لحظه ابغى يدعون عليه اخي ما له ذنب ما له دخل حتى يعني لو دعيت عليك انا وانا ماني ظالمك هل تجيني الدعوه ما تجيني صحيح كل من رفع يديه خلاص يعني استجيب الله يستجيب دعاء الظالم المظلوم المظلوم الظالم المظلوم هو قال يستجيب دعاء الله دعاء على الظالم صح كلامه صح يا سلام لك اخنت رش 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 لا رش لا والله فهذا ان شاء الله يدخل بعدين ما اخطا والله انا ناطط فيها جمر ارتبه ما اخطا ابو كاتم اصلا اداه يرسلونه ترى فلان خصب روح اسجل لك بس انتهينا كاتم بعدين اقول لك ابو كاتم تعرف ايش الحلو؟ يوضح لك انه خصم عليك ولا الخصم اللي حاليا صاير خصم 300 ريال اوه ابو كاتم لو قابل جكي بيصرخ عليه جكي ذيك الصرخه لا انا احترم يا قلبي احترم اللي امامي حيا بيشوفك سيدي حيا يا بهبقاك غيبي والوطن ولد عيب عيب تجعل ليش جاكي مره جاكي ليش هذيك ما تسبوك تسوي هالحركه هذي نظره شوف 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 تحت هذيك وش حكمت هذيك الانبوعه الصغيره هذه يا طول العمر هنشوف شوله ولا هي بس كذا على اساس ما تزيد الحراره وينفجر توقع حديد قنبله لا والله صدقني يزيد عليه الضغط على وش على الحراره في النص ما ينفجع والله حديد صدقني حديد ما ينفجع ولو حديد نار النار تذيب الحديد اذا زاد الزود والله الذوبه ما اتوقع له قاعده ولا حديد زاد حطه وقال يروح بس لا لا والله له حكمه اكيد ما له حكمه يا رجال سهلة مش حكمتك من الموضوع أنا أرى فيه حكمة أنت ممكن تسخن شيء هناك صح؟ لا ممكن بس بيحتر النقاط اللي حطناها هنا هو كان عشان حرارة ما تنزل تحت لا ما أنا داخل حرارة لا والله صدق أمسك الحرارة والله ماسك الحرارة ترى ماسك الضغط شو مسود خلاص إيه صح صح وممكن يحطون فيه بخور يا حبي لك بارد على كيفك بارد والله ها شوف هي بارد لان امسك الضغط طيب ايش رايكم اجيب الحين لبان لبان وشو اجيب لبان احطه هني ويشم ريحه اللبان روح جيبه طيب اغلب الشباب مسكون تبع والله لبان دواء بسرعه باذن ما بقى له 13 دقيقه كم 13 دقيقه باقي 13 ممتاز هذا كان المساء يا عيال اقروا ذكاركم ووردكم مع بعض يلا يلا مع بعض يلا وين كف الطوق في ايش؟ ولا شيء كف الطوق يقول بسام يقول لي لما ما دامت الحين هذا المساء مساءنا جميل بهال شبة النار الله يحسن خاتم امين اذكر المساء عندك عبد المجيد طيري يلا قولوا ذكر قلت الله واحد ثلاث مرات قل عذب ربنا ثلاث مرات طلع ذلك الفلق ثلاث مرات آية الكرسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الريحة ريحة الشم السماء في شيء سميع العليم كم مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض نفسه مع السميع العليم ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه في رضا نفسه وزينة عرشه من ذات كلماته ثلاث مرات رضيت بالله يا رب بإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله ثلاث مرات أعوذ بكلمة لا تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة لا تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة لا تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة لا تمت من كل شيطان وهم من كل علامة ثلاث مرات أمسينا أمس من كل الله الحمد لله
لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله حميد رشيد ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل والسوء الكبر واعوذ بك من النار وعذاب القبر اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير لا صح المصير بمساء نشور الصباح اللهم انت ربي هذا سيد استغفر اللهم تربي لا اله الا خلقتني من عبدك وانا على عبدك وانت مستطعت بكم شر ما صنعت ابوء لك من امتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا اغفر الذنوب الا انت حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات ما شاء الله والفلق والاخلاص والناس ما شاء الله تبارك لا اله الا انت سبحانك سامحني اذا حفظها سامحني انت ايه لا لا اشوش انا معك يا رجال ما سبحانك ربي اني كنت من الظالمين إلا في موقف أن يحتدم فيها الأمر لا والله عزراني أشد شوي أفا توأم توأم إنك المعوذات ثلاث مرات أواخر سورة البقرة من الرسول بينزل إليه من ربي المؤمنون كل الأمر بالله ملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى على ما كسبت عليه ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم هذا أنا عندك عبد المطالب فهمت تأذن ايه متأذن وين عبد الرحمن؟ اسالك بالله لو تحت الكباب وطلعت احد بيدري طيب عبد الرحمن سم. طيب اذا واحد دعا دعاء في اذا شباب معلش خلونا في المجلس اذا واحد دعا دعاء في المساء يستجاب دعاء كيف؟ يعني مثلا دعوه لله عز وجل صادقه بعض الناس يقول لك دائما ينتظر ينتظر المساء او وقت قبل اذان المغرب ويدعي يقول الوقت هذا كويس بعض الشباب يقول الوقت هذا كويس للدعاء مع ان احنا اللي نعرفه بين الاذان والاقامه دائما ايه وعند وعند الافطار اذا كنت صايم ايوه وبعد صلاه الفجر لما تحطه تحت هذا البعد حقك هو اللي ورد على الجبر اللي ورد يا طويل العمر بين الاذان والاقامه السفر نعم مصطفى دعوة المسافر تستجاب نعم ودعوة المظلوم خذ اخذ هذا لا ما عاد ينقلب الطيب عند المطر ما عاد ينقلب المطر يستجاب لاحظ الطيب المرأة عند الولادة ريحته الزيت ينزل ما ادري هذا المرأة عند الولادة المرأة عند الولادة اذا دعت تستجاب دعوتها ما يسوي لازم اخليها لكن عند المساء لا ما ورد شيء ما ورد شيء ابدا والفجر كذلك بعد ما اذكر انه ورد في شيء دائما في المساء يعني هدوء المساء يذكرنا بالغالين على قلوبنا دائما اي والله ويذكرنا باولادنا ولعبهم لما انا من الناس اللي مثلا اطفال يمرهم قبل صلاه المغرب ونطلع انا وياهم ملاهي حديقه شيء ترى تدري احلى شيء في حياتي للامانه ما هي المهرجانات اللي اقدمها ولا هي المشاركات اللي اسويها افضل اجمل اوقاتي لما العب مع اولادي على المراجيح والله العظيم تسوى الدنيا وما فيها تلعب معاهم الدف الدف ولا تركب معهم على المريحة هو في الله يريد ترى الأب إذا ونس عواله يستانس اي والله بدون ما يركب بدون ما يسوي إذا ضحك خلاص كأنك ضحكت لك الدنيا كلها بعض الآباء الله يعطيهم العافية يفكر إن التربية هي بس إنك توجهها توجيه سليم ليش تبي نار ليش يا محمد اسمعني محمد الله يزخر محمد فدائما عارف كيف نربي أولادنا بالتحفيز التحفيز دائما ربي للاطفال صح دائما التحفيز ربي للاطفال يعني مثلا ولدك اخطا ما تقول له تسوي مره ثانيه والله لعاقبك ولا اشيل منك قل له اذا ما عاد سويتها انا هعطيك شريط انا هعطيك قلم انا هاجيب لك لعبه هو يحبها كذا انت تحفزه على انه شو توديه مكان يحبه إيه مثلا تحفزه انه يسوي اشياء غيرها هذا الشيء غيرها اجمل عشان انت تكرمه او اذا بتعاقبه اسحب اللي هو يحبه وتحفزه برغبه لا برهبه أيوة. لأن الرهبة دائما إذا حصلت هذا معناها أنك الطفل في خوف توقيت بقى. وإذا كان في خوف هنا ما يستساق حتى بالتربية أبدا وإذا كبر وخلاص صارت الخوف دليل على ضعف الطفل في ميزة طبعا في ميزة في واحد من أولادي طبعا إذا طلعنا من مسجد دائما نقدم موين والله ما هي رياء ولكن حتى الناس تستفيد منها إذا طلعنا من مسجد أعطيه حاجة يمد بالها للخير دائما في يوم من الايام والله نسيت وطلعت بالي مشغول على الجوال من المسجد استغفر الله العظيم نسال الله يسامحنا طلعت جوالي هز اول ما خلصت الصلاه اخذته معي وطالع في الجوال والحين طالعين انا البس حذاني وماسك فيه
لأنه هو يلبس أنت عارف الجزمة وأنت بكرة مرة ما يخلي فسخة برا المسجد أشيله على يدي. فسحب ثوبي بابتي طالع إيش فيه؟ يقول لك بابتي إيش صدقة الرجال أعطيه فلوس يا الله كذا أنا انبسط. كم عمره؟ الآن داخل 3 سنوات. يا الله يحفظه. شوف التربية كيف أثرت عليه. يعني وكفأته والله كفأته ورحت له أخذت له هدية يختاره. طبعا الحمد لله بيتي صار ملابك سيارات كل أهداء ألعاب وسيارات ما يموت في حاجة اسمها. بس قال لك تصدق أعطيت الولد الريال يطير إلا أعطيته ما يرضى لو ما أعطيته كان بكى. حمستني يا وائل أن تزوج نجيب عيال. الله أكبر ترى زينة أنا بجيب عيال يا وائل بجيب واحد يشبهك. الحمد لله يا ابوي ولا يشبك وتتورط امه بي يطلع الابو ضارب والولد ضارب. كم يوم تزوجت كم كان عمرك؟ يوم تزوجت كان عمري 23 او 22 اوه 4 سنوات الحين يعني يمدي تزوج. انا عمري الحين 24. ابى اقول لك بحاجه يمدي ان شاء الله. الزواج اصلا راحه والله العظيم راحه. ليش؟ استقرار. وثاني شيء يمنعك عن حاجات كثيره جدا. ثالث شيء يا اخي حلو لما تلقى واحده مستنياك عند الباب ولا ثوبك جاهز ولا أكلك جاهز من يد تعرفها. أنت تراك تسده توتر المعزبين. وائل أرجوه هلا بالشيخ هلا بالشيخ سمية. تدري وش اللي طراها أول يوم تتكلم عن المسألة؟ ليه؟ يوم تقول أن سلجو هذا رهيب. أنا أدري أن المشاعر عندك فاضت. ليه؟ أي والله تدري ليش؟ الله يسعدك يا وائل. تدري وش الغريب في الموضوع؟ سبحان الله. ليه مخصوم عليك؟ يا حبيبي لا الواحد الموجب الاشياء عليه عشان ذقت ايوه اني اقول لك انا كنا نمثل دور هادف يا صادق اي والله كنا نمثل دور صادق صادق الواحد الموجب بس الشباب شباب نمثل دور ذول المتكبرين عبد الله من دفن احنا في حوار ما نبغى نغيره ها حوار ولا قعود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول ها انت نمر غالي واية لهم الليل معي يا وائل واية لهم الليل شوف كيف الوصف نسلخ منه النهار الله أكبر. فإذا هم مظلمون فيش قال نسلخ ولا قال مثلا نزيل أو نغير أو نبدل على طريق المساء وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السلخ مثل إيش؟ يفك مثل الذبيحة. كيف تسلخ الذبيحة؟ تبعد بالتدريج تسلخ الجلد بالتدريج لين تزول. تخيل لو أن تبديل النهار الليل فجأة تخيل الحين حنا النهار بيروح الليل ينتقل فجأة على طول يقلب اللي كان يسوق وش بيسوي؟ يصدم طبيعي. هو كان يمشي بالنهار مثلا فجأة بالليل اللي ما يشوف الدرب اللي قدامه ولا شغل نور ولا شيء إذا كان تدرج اللي يمشي كذلك حتى هو يركض يمكن يضرب في شيء فجأة تتغير موازين يمكن حتى تحصل أضرار ما الله بيعليه. إيه لكن هنا سبحان الله من قدرة الله أنه كان فيه بالتدرج بالدرج فوصفها بالقرآن وصف عجيب. وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها الله. لموعد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل كذا حتى عاد كل عرجون والله صراحة كلامك على متمة بس أنا قاعد أسولف عن الأطفال إيش دخل لا هو كان يتكلم عن المساء يقول إذا جاء المساء فيضت فيها المشاعر والجو هذا هذه صح ولا يا وائل؟ وأنا طريت الموضوع قلت المساء صادق صادق فلذلك أنت شكلك غيبت الموجة ورجعت صادق صادق تو تفطر صادق أبو أقول لك عبد الرحمن فأنا خلينا على طاري الزواج بعضهم كثير من بعض الشباب يقول لك يا أخي الزواج خنقة الزواج تقفيل ارتباط الزواج ارتباط ليش يا اخوي انت اللي خليتها كذا ما هي المرأة ترى المرأة والله مو تقليلا في حقها بس كلمة توديها وكلمة تجيبها المرأة قلبها ضعيف جدا انت شوف انا اعطيك مثال مثلا تأخر الغداء لو مثلا تأخر الغداء وجيت انت والغداء متأخر ما هو من حقك تزعل ترى هي مرأة لكن كلمة طيبة مثلا تقول لها مثلا انا ادري ان القمر طلوعه ما هو في النهار عشان كذا تأخر غداي ايش بلا غدا يتاخر صدقني حتى لو هي غلطانه بتقول لك انا اسف حقك علي ودائما احضر انا اقولها ابو مبارك خبره في هذا الموضوع لانه متزوج معي فاقول لك دائما لا وقتها المراه لا تناقشها وهي زعلانه انتبه لا تناقشها لانه ما راح تفهم منك حتى لو هي زعلانه صح. لكن اذا قالت لك كيت وكيت وكيت ابتسم في وجهها واطلع من البيت لا تبقى في البيت صح. 10 دقائق أنا أخوك أنا أضمنها 10 دقائق جايتك أحلى رسالة والله تقراها تضطر أنت تروح تجيب لكن المرأة إيش تبغى ما تبغى رجال عليها تبغى رجال معها فدائما إحنا الرجال نزعل ودائما الرجال نزعل يا سلام. والرجال قوامين على النساء هذه ما ننساها لكن هم قوامين بالشدة والغلاظة يا سلام قوامين بالحكمة متزوج أنت إيه فأقول لك يا سلام مثلا تذكرت لي طول عمرك عشان كذا إذا جوك ضيوف
ها وانت كارم مرتك وعزه وسلوبك معها جيد، حرام بالله انت تكرم ضيوف. ايه انا ابن دفنه علمني بقصه لواحد من الشباب حقه، الله يقبل يا قال لهم الرجال طيب، قال اللي قال اللي يدق الان على مرته ويقول لها جايني انا والضيوف وتقول له تم ابشر بالهديه، فدق الاول حرمتك رشته، الثاني حرمتك رشته، الثالث بقي واحد يقول لك لا له ولا عليه. الساعه 3 الساعه 3 في الليل بقي واحد باين عليه ضعيف، دق عليه قال له تم والله انك تم انت وضيوفك، تتوقع ايش اللي خلاه يقول تم في اخر الليل؟ المعامله الطيبه. المعامله الطيبه ابعد عن كل الناس اللي يقول لك الزواج مو كويس، والله لو الزواج مو كويس ما تزوجت وانا صغير. يا سلام ابغى اسافر اسافر. الحرمه فهمها ايش كيف تبغى تعيش تساعدك، بس لا تهضم حقوقها حتى لو انت باخر الدنيا. ارسل لها يا اخي مو عيب لا ارسلت لزوجتك احبك وانت مو في وقتها، بس ترسل لها تحسسك انك على بالها مهما رحت. هذا هو، هنا انتهى الكلام. تدري ليش يا طويل العمر؟ لان سبحان الله النساء العاطفه فيهن تفوق على جدا جدا. فانت اذا بتتعامل مع المراه حتى انه يقول نزار قباني يقول وما تستقام مع النساء حساب، تحاسب النساء على نسيانها وما تستقام مع النساء حسابه، بامكانك انت مثل ما قلت وش ناقش وجادل وكثر كلام تطلع من البيت تهدى الامور كلها. على فكره ترى هذه فعلها علي بن ابي طالب، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الى فاطمه بنت فاطمه واللي تزوجها من علي بن ابي طالب، يوم دخل الى هو موجود يوم دخل الى ما هو موجود علي بن ابي طالب قال اين علي بن ابي طالب؟ يقول الرسول البنت فاطمه قالت في المسجد، ذهب غاضبا، كان بينهم خصومه يوم كثر طلع الى المسجد وراح ولقاه منسدح بالمسجد وعليه تراب، قال قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب، يقوم علي بن ابي طالب يوم يوم قام علي بن ابي طالب يطول العمر ويسال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بك، قال حصل بيني وبين فاطمه خصومه وذهبت المسجد، ما ناقشها ولا جدلها ولا طال الحديث ولا شيء ابدا، ذهب للمسجد بسلام ورجع فاطمه له راضي وطاح نفاس وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت كلامك جميل جدا يوم تقول اذا هذا لا تناقشها. اي والله لا تناقشها. واقول لها من هذا المنبر الله يسعدك يا رب ويا اجمل ويا اغلى انسان في حياتي بعد امي طبعا. والله تستاهل والله تستاهل. لا والله طلعت تهين اكل تستاهل. كبر كبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة
هذا البرنامج برعاية زد رصيدك 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 جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك واقعنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دينا اللي فايلقى وجيه مسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. إلى من يرجو صلاح الولد، وإلى من يتأمل الشفاء لابنه المثقل بالمرض، وإلى من فقد فلذة الكبد، إليكم جميعا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة تفتح لكم باب المساهمة في وقف ذريتي، والذي يتكون من 8 طوابق موزع على 147 وحدة سكنية بقيمة 28 مليون ريال على الواجهة البحرية بالقنفذة، مما سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية. فساهم لذريتك ولمن تحب بأحد الأسهم التالية: سهم الصلاح 2000 ريال، سهم الشفاء 1000 ريال، سهم الإحسان 500 ريال، سهم الهبة 100 ريال. حول قيمة السهم على الحسابات التالية. زيد 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 رصيدك يلا 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 زيد رصيدك يلا 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 زيد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دينا اللي فايلقى وجيه مسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. مرتاح مرتاح، مو كل امر لله واللي يصيب كل شيء. الشباب شفتهم مثلا يتكلمون ببعض المعايير الشين مثلا شو مثلا تؤلمني، لكن ان صارت صارت اقول ابد كتب الله خلاص ما عاد فيها حل. ارتاح يا عمر. الله يديم الله يديم الله يديم قوى كباب نص الطريق قاعد يششون نصر عليهم يسرق القوى صار قوى بنص عندك حساب الفدرال ليه؟ ها؟ قرى هذا جبال قرى كيف؟ ها؟ كنا نتهكر حساباتنا. ايش؟ نتهكر حساباتنا. ليه؟ ليه من يقول؟ تهكر حساب عمر وتهكر حساب صالح زهيري في واحد يتوعدنا كلنا. والله ما تدرون يخسر في وجهه ما أمنه تأمين قوي. ايه شوف والله لا أمن تقول والله أنا ما في أقوى من تأميني بس عند من مأمن؟ والله قسم بالله عند من؟ أنت شو تبي؟ مأمن عند من؟ واحد كذا يكره من بداية ومتوعدنا. مأمن عند من؟ مأمن عند واحد اتقنها أخطر ما تروح. مأمن عند مرجوج. منو؟ مرجوج قوي مرجوج قوي. توعد نيفو توعد نواف النحيل توعد مرجوج براس الحدث مرجوج قوي تعرف معنا بس من اللي يعلمكم انا متأكد. الله يبين
Ugh.